بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني المتوسط ومجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من دروس مادة العلوم. اليوم هنتكلم عن درس جديد وهو المحركات والثلاجات. المحركات والثلاجات. طيب الأول بس المحركات اللي احنا هنتكلم عليها، احنا عندنا طبعا في انواع كتيره جدا من المحركات، في محركات كهربائيه، في محركات ضوئيه، في محركات حراريه. احنا اللي هنتكلم عليه اليوم المحركات الحراريه. طيب اول شيء عايزين نعرف يعني ايه محرك حراري، اللي هو الهيت انجن. هيت انجن هو اله، محرك الحراري ده هو اله. طب الاله دي بنستخدمها في تحول الطاقه الحراريه الى طاقه ميكانيكيه. تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. طب يعني إيه طاقة ميكانيكية؟ الطاقة الميكانيكية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة لجسم. يبقى إذا مجموع طاقة الوضع والحركة للجسم هذه تسمى بالطاقة الميكانيكية. يبقى إذا المحرك الحراري هو آلة تستخدم أو تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية، وزي ما قلنا أن الطاقة الميكانيكية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة لهذا الجسم. ننتقل بعد ذلك، عايزين نعرف يعني إيه آلة الاحتراق الداخلي. آلة الاحتراق الداخلي تتميز آلة الاحتراق الداخلي بأنها تحمل داخلها حجرة احتراق خاصة يحترق فيها الوقود، وتستخدم العديد من المركبات والآلات الاحتراق الداخلي ومنها السيارات والشاحنات والقوارب والطائرات وحتى مجز العشب. طيب يعني الكلام ده آلة الاحتراق الداخلي، لو اي حد فيكم راح للميكانيكي حق السيارة ولو شفتوا مثلا منزل المحرك بتاع السيارة او الموتور وفاكك الموتور، بنلاقي فيه غرف احتراق داخلية موجودة داخل الموتور. هذه الغرف تسمى غرف الاحتراق او آلة الاحتراق الداخلي اللي بيحدث فيها عملية الاحتراق. يبقى اذا تحتوي داخلها حجرة احتراق خاصة، بتحتوي على حجرة احتراق خاصة يحترق فيها الوقود. زي ايه؟ المركبات اللي احنا بنستخدمها، المركبات والاليات، آلة الاحتراق منها السيارات والشاحنات والقوارب، كل هذه الاشياء تعتمد على الاحتراق الداخلي. طيب محركات معظم السيارات تتكون، المحركات بتاعت معظم السيارات من أربعة أشياء، أربعة حجر للاحتراق. طيب أربع حجر احتراق أو أكثر، اللي هي مثلا ممكن نقول عليها اللي هي أربعة سلندر أو ستة سلندر أو ثمانية على حسب اللي إيه السيارة اللي معايا. يبقى هنا تحتوي السيارات أو محركات السيارات على أقل شيء من أربع غرف احتراق فما فوق. أربع غرف للاحتراق، وممكن يكونوا أربع حجرات احتراق، ممكن يكونوا ستة، ممكن يكونوا سبعة، ثمانية، على إيه؟ على حسب. طيب الشكل بتاع غرف الاحتراق دي بيكون شكلها إيه؟ بيكون شكلها أسطواني الشكل. لأنها أسطوانية الشكل، وكلما زاد عدد أسطوانات المحرك زادت قدرته. كل ما زادت عدد الأسطوانات دي القدرة بتاعة المحرك بتزيد. بمعنى لو في سيارة مثلا أربعة سلندر وفي سيارة أخرى 8 سلندر، هل قدرة السيارة دي نفس القدرة دي؟ لا، هتختلف. يبقى إذا هيكون في اختلاف، كل ما زادت عدد الغرف أو عدد الحجر بتاعة الاحتراق كل ما زادت قدرة المحرك. طيب يبقى وعايزين إن شاء الله هنتعرف على طريقة عمل المحركات وإزاي بتشتغل، وهندخل جوه المحرك من الداخل إيه ناخد دي نظرة كده داخلية للمحرك. طيب يبقى إذا كلما زاد عدد اسطوانات المحرك زادت قدرته، ويوجد في كل اسطوانه مكبس تتحرك داخلها الى اعلى والى اسفل، وتحكم الاسطوانه بخليط من الوقود والهواء، ثم يشعل هذا الخليط بشمع الاحتراق. طيب ان شاء الله هنشوف غرف الاحتراق دي وهنشوفها بالتفصيل باذن الله. طيب برضو في تصمم اشكال متعدده من آلة الاحتراق الداخلي، في محرك الديزل يضغط الهواء في حجره الاحتراق لدرجه عاليه. هي كلها فكرتها ان انا فكره اي محرك بيكون فيه وقود، الوقود ده يا اما ديزل يا اما بنزين، فيه علشان يدخل غرف الاحتراق
علشان يدخل غرف الاحتراق لازم يكون في ايه مكنه بتضغطه وبتحوله لبخار. فالبخار ده بيشتعل عن طريق شمعه الاشتعال. شمعه الاشتعال دي اول ما بتولع بتديني طاقه حراريه داخل غرفه الاحتراق، فبتبدا تدفع الى اعلى او الى اسفل الى اعلى المكبس اللي هو موجود معانا. ليه؟ لان الغاز بيتمدد، فلما الغاز بيتمدد هيعمل على دفع الايه؟ المكبس لاعلى اللي هي من خلال غرفه الاحتراق. طب انا عايز ارجعه تاني، الضغط هنا بكون زاد انا بفك الضغط، يبقى في صمام كده، الصمام ده بيفتح يقول المكبس يرجع تاني ايه مكانه وهكذا. طيب هنشوفها ان شاء الله في الصوره اهي زي ما احنا شايفين اهو، ادي المكبس اهو زي ما احنا شايفين اهو، ده المكبس ومتصل مثلا بعمود الكرنك اهو او عمود او المحور الرئيسي زي ما احنا شايفين اهو. طيب اول شيء اللي هو شوط الحبل، الحجم هنا انا بنحكم الايه؟ الوقود، الوقود بيندخ هنا وده صمام الحجم اهو تمام؟ وده حاكم الوقود، فكده انا دخلت الوقود هنا. بعد كده بندخل على تاني مرحله وهي مرحله الايه؟ الاشتعال. يعني في الاول دي غرف الاحتراق زي ما احنا شايفين اهو، دخلت الوقود على هيئه رذاذ كده او بخار، على هيئه ايه؟ بخار. طيب البخار هنا الوقود زي ما احنا شايفين اهو. بعد كده تاني شوط عندي وهو شوط الاشتعال، الرذاذ انضخ عمل لي شوط الاشتعال، بعد كده ايه ده بيشتعل. فلما بيشتعل ايه اللي هيحصل زي ما احنا شايفين اهو؟ المكبس هيتحرك لايه؟ لاسفل، وهو بيتحرك لاسفل بحرك المحور ده معاه. وهو بيتحرك لاسفل بحرك المحور ده معاه، بعد كده عندي شوط الضغط، يبقى انا ضغط المكبس ده بدل ما كان فوق كده نزل فين؟ نزل لتحت، حرك المحور ده لتحت. طيب بعد كده شوط العادم، ان انا بنفتح الصمام وبيخرج العادم وبيرتفع المكبس ايه؟ مره ثانيه، يعني هو بيعطينا الحركه. لاحظ هنا على المحور، شوف الاتجاه بتاعه كان هنا فين اهو، شوف بقى في الاتجاه هنا بقى فين؟ في الاتجاه هنا بقى فوق اهو لاعلى، الاتجاه هنا بقى في الجنب الناحيه الثانيه. لما نيجي كده نلف اهو بيعلى، حين لما يعلى خالص لفوق اهو، وبعدين نيجي ايه الجنب الثاني، يبقى كده ياخد ايه؟ دورة كاملة. هي دي فكرة محركات السيارات عن طريق غرف الاحتراق زي ما احنا شايفين اهو. في عندي أربع أشواط، أول شوط عندي شوط الحق إن أنا بنحجم الوقود في غرفة الاحتراق، بعد كده شوط الاشتعال، بعد كده شوط الضغط، بعد كده شوط العادم ويخرج العادم. فهذه هي الأربع مراحل اللي بيعمل بها أي محرك. طيب والى هنا يا احبابي نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم، ولو في استفسار ان شاء الله بنتابع معكم من خلال منصه مجمع مدارس جيل المستقبل الاهلي.